أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم صدى الأقلام، ونرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في موقع الحرة: ميليشيات الصدر تدخل المطعم التركي وتمنع الناشطين من الاقتراب. في الخليج، الإماراتية تيار الحكمة يلوح بالانسحاب وتحذيرات من الفوضى حال إفشال الكاظمي. في صحيفة البصائر، معهد بريطاني يقول إن 70% من المخلفات الصناعية في العراق تسكب في الأنهر. في المدى، خلية الأزمة تقرر رفع حظر التجوال بشكل جزئي في رمضان. أما في العربي الجديد فالحديث عن تشكيك في أرقام إيران الرسمية حول كورونا وتحذيرات من رفع القيود. في القدس العربي، 1997 وفاة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة جراء كورونا. وفي الشرق الأوسط، اتهامات كورونا تحاصر الصين ومختبر ووهان ينفي مسؤوليته. ومن زاوية العناوين إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بهذا المقال وجاء في مستهله: تكلم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي عن دولة العدل والمساواة ونهاية الفساد والفاسدين واستقلالية القرار، وكذلك تكلم عن دولة ما بعد الانتخابات المبكرة التي وعد بأن تكون شفافة ونزيهة وتحقق مطالب المتظاهرين. إبراهيم الزبيدي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن فكرة الانتخابات المبكرة في ظل ثوابت الواقع الفاسد الحالي وهيمنة السلاح والمال الحرام أكبر خديعة وأخطر فخ قد ينصبه المتظاهرون لثورتهم بلا جدال. نتابع. معروف أن فكرة الانتخابات المبكرة كانت مطلب المنتفضين، وقد أجبر صمودهم عادل عبد المهدي على الاستقالة تمهيدا لإجرائها. فقد اعتقد بعض شباب الانتفاضة المتفائلين أن الجماهير الغاضبة على الفساد والفاسدين سوف تزحف بالملايين وتنتخب مرشحيها الوطنيين الشرفاء وتفوز بالأغلبية وتجعل البرلمان القادم منبرا حقيقيا وطنيا مخلصا لها وحدها ومستقلا عن كل وصاية، وبالتالي تتمكن من تعيين حكومة وطنية شريفة تعيد الوطن إلى أهله سالما ومعافى من دون محاصصة ولا فساد ولا عمالة. ولكن بتشريح الواقع السياسي والأمني والمالي القائم والثابت تتكشف حقائق لا مجال إلى نكرانها. فأحزاب السلطة هي الدولة، وسلاحها هو الأقوى من سلاح الدولة والأكثر جرأة وفعالية، وأموالها الأقدر على البيع والشراء. وأي هيئة جديدة للانتخابات لن تجد مراقبين ومديرين ومنفذين من غير أعضائها أو الواقعين تحت تأثيرها والخائفين من إرهابها. وعليه فإن حماس أحزاب المنطقة الخضراء لهذه الانتخابات المبكرة لا يقل عن حماس المنتفضين، بل أنها أكثر تمسكاً بها منهم وأشد تصميماً على إجرائها، وذلك لعلمها اليقين أن جيوش العالم كلها لو جاءت لمراقبة الانتخابات وهيمنت على جميع صناديق الاقتراع في جميع المحافظات والمدن فلن تمنعها من تزويرها وكسبها. ويرى إبراهيم الزبيدي أيضا أن الوضع الداخلي الحالي في العراق بوجود تماسيح أحزابه وتنظيماته وميليشياته لن يعتدل بانتخابات جديدة مهما كانت المبررات والمسوغات لإقامتها، فلا حل بحسب الكاتب لا حل في العراق سوى ما يعرفه العقلاء المتنورون والمنفتحون من شباب الوطن المتحرقون والمنهوبون، وهو إسقاط النظام الفاسد برمته وعن بكرة أبيه. الآن إلى مقال آخر، حيث سلطت صحيفة إندبندنت عربية الضوء على المعضلات الاقتصادية التي تواجه العراق بعد قرار منظمة أوبك خفض الإنتاج النفطي. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الحديث في العراق
بدأ يتصاعد عن كيفية تجاوز الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً والعجز الكبير في الموازنة العامة، ما قد يؤدي إلى عجز الحكومة عن سداد رواتب الموظفين، فضلاً عن إشكالات اقتصادية أخرى في ظل اعتماد الموازنة بشكل كامل على النفط. يبدو أن الحلول الاقتصادية المتوفرة صعبة جداً ولها آثار اقتصادية كبيرة، إذ يرى مراقبون أن هناك سيناريوهات رئيسة عدة أمام الحكومة لتجاوز الأزمة. أولها أن يبيع العراق سندات الخزينة، أما الثاني فهو قيام الحكومة بتقليص رواتب الموظفين، والثالث إمكانية تمويل رواتب الموظفين من خلال طباعة العملة أو بيع النفط للمواطنين أو تغيير سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية. وعلى الرغم من كل ذلك، تغيب حتى الآن إجراءات حكومة عبد المهدي لتلافي تلك الإشكالية، إذ يرجح اقتصاديون أن يتمكن العراق من سداد أجور الموظفين لهذا الشهر، إلا أن تعقيداتها قد تبرز مطلع شهر أيار المقبل. ولعل ما يؤخر حكومة تصريف الأعمال عن اتخاذ إجراءات صارمة محاولتها ترحيل تلك الأزمة إلى حكومة المقبلة وعدم تحمل الانتقادات المحتملة من الشرائح التي ستتضرر. في السياق ذاته أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية أحمد حمى رشيد أن واردات العراق انخفضت في شهر آذار إلى 2,900,000,000 دولار، بانخفاض يقدر بنحو 2,000,000,000 دولار عن شهر شباط الماضي، لافتاً إلى أن البلاد تحتاج شهرياً إلى 1,000,000,000 دولار إضافي لتسديد الرواتب عدا الالتزامات الأخرى واجبة السداد. وتختتم الصحيفة بالقول أنه على الرغم من إعلان الحكومة العراقية نيتها إعطاء أموال لذوي الدخل المحدود تقدر بنحو 50 دولار للفرد الواحد مخصصة لشريحة الفقراء الذين يقدرون بحسب الإحصاءات الرسمية 10 مليون مواطن، إلا أن تلك الإجراءات لم ترى النور إلى الآن في ظل تنامي حالة النقمة الشعبية وتحديدا بين أوساط الفقراء. لما قال آخر، قالت صحيفة لوس أنجلوس الأمريكية إن برج بغداد البالغ ارتفاعه 672 قدما هو مبنى مهجور يرمز إلى عاصمة العراق التي كانت ذات يوم مدينة عالمية ثم أصبحت مدمرة الآن. وأضافت الصحيفة أن البرج يشير أيضا إلى حالة عدم اليقين والحرب والفساد وتفشي فيروس كورونا الذي أجبر العراقيين على الاختباء. الصحيفة أضافت أن 17 عاماً مرت على الغزو الأمريكي للعراق شهدت خلالها بغداد أعمال عنف طائفية دموية وظهور تنظيم الدولة وهزيمته وتنافساً متصاعداً بين واشنطن وطهران في العراق والحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة، والآن شبح الوباء الذي يكشف مرة أخرى إخفاقات الدولة العراقية. وتابعت الصحيفة بالقول إن بغداد ثاني أكبر عاصمة في العالم العربي، هي مدينة جردت من عظمتها وصارت في حالة حرب مع نفسها وتعج بنقاط التفتيش وبقايا مشاريع بناء غير مكتملة ومجرد أمنيات بانتظام المياه والكهرباء على مدار الساعة. ونقلت الصحيفة عن إحسان فتحي مهندس معماري عراقي ومسؤول سابق في بلدية بغداد قوله إنها مدينة فاشلة، هناك المئات من المشاريع مثل البرج والخدمات والبنية التحتية، كل شيء منهار وفاسد حتى النخاع. كما نقلت الصحيفة عن محمد غني وهو ناشط يتابع مشاريع البناء في بغداد قوله سمعنا أنباء عن تجديد برج بغداد، لكن بحلول شباط 2017 توقف كل شيء ولم يعرف أحد السبب، كان ذلك واحدا من المشاريع الكثيرة التي تعثرت دون سبب واضح كالمطار وخدمة المترو وطرق السريعة والمدارس والمستشفيات، كلها مشاريع توقفت لعدم وجود اتفاق بين اللصوص. وتنقل الصحيفة عن بعض المراقبين قولهم إن الحكومة وعدت قبل أكثر من عام بتجديد برج وإعادة افتتاحه لكن لم يحدث شيء، فالأمر يبدو كما لو أن كل شيء جميل في بغداد يجب أن يظل مغلقاً ومعلقاً.
الآن إلى مقال جديد. الهجوم الأمريكي على الصين لا يعرف تهدئات ولا هدنات. إدارة ترامب في بحثها عن مشاجب تعلق عليها فشلها المخزي في إدارة ملف كورونا وجدت في الصين ضالتها المنشودة. ريب الرنتاوي يقول في مقال كتبه ونشرته له صحيفة الدستور الأردنية، يقول إنه وإن كان من الخطأ حشر خلاف البلدين في هذه الزاوية الضيقة للغاية فصراعهما سياق أو سابق للجائحة، يقصد صراع أمريكا والصين على أنه سابق لجائحة كورونا، وقال إن ميادين هذا الصراع أوسع بكثير من مجرد البحث عن مشاجب أي ذرائع وحجج. نتابع المزيد. قبل أزمة فيروس كورونا كان تعبير الحرب الباردة هو الأكثر رواجاً في وصف العلاقة الصينية الأمريكية. لدى بكين الكثير مما تخشاه واشنطن، فالبلد حل ثانياً في ترتيب الاقتصادات العالمية، وهو مرشح للمنافسة على الموقع الأول بعد عقدين أو ثلاثة عقود. لا شك أن الصين دفعت أثماناً باهظة لمواجهة جائحة كورونا، بيد أنها نجحت في تسجيل احتواء سريع ومثير للانطباع للكارثة وتداعياتها. وها هي عجلة اقتصادها تبدأ بالدوران في الوقت الذي أظهرت فيه واشنطن تردداً مثيراً للاستغراب في اتخاذ التدابير الحازمة والحاسمة لمواجهة الفيروس، مما جعل الولايات المتحدة تتصدر قائمة الخاسرين بكورونا، وحول الصين في المقابل إلى بيت خبرة في إدارة هذه الأزمة وربما غيرها من الأزمات. في المباراة بين العملاقين على ساحة كورونا نجحت الصين وفشلت الولايات المتحدة. حملة ترامب على الصين تجد ذخيرتها في غياب شفافية الأخيرة وإفصاحها، لكننا نعرف في الوقت ذاته أن للقصة جذر أعمق يضرب في تربة الخلاف والتنافس بين الماردين. ألا تذكرون الحرب التجارية التي شنها ترامب على الصين والتي لم تضع أوزارها بعد، وإن كانت دخلت في طور من أطوار الهدوء والتهدئة؟ عريب الرنتاوي لا يستبعد أبداً أن تتقدم إدارة ترامب بلائحة اتهام رسمية موجهة إلى الصين تشتمل على تخليق الفيروس وتسريبه والمسؤولية عن تفشيه. وفي مطلق الأحوال يبدو أن قرار الحكم بات جاهزاً وأن النطق به إنما ينتظر الوقت المناسب والإخراج الهوليودي. إلى مقال جديد. قالت صحيفة الخليج الإماراتية إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد تمويل منظمة الصحة العالمية بمبلغ يتراوح بين 400 أو 500 مليون دولار والذي أثار موجة عارمة من الاستنكار هو في الواقع جزء من سلوك سياسي عام ضد كل منظمة دولية تخرج عن طاعة الإدارة الأمريكية أو لا تلبي السياسات والمصالح التي تريدها واشنطن. تحت شعار أمريكا أولاً الذي رفعه خلال حملاته الانتخابية، عمد ترامب إلى تنفيذ ما كان قد تعهد به، لأنه يرى أن كل ما لا يصب في مصلحة شعاره يجب التخلص منه، طالما أن الولايات المتحدة لا تجني منه ما يحقق مصالحها المطلقة، بغض النظر عما إذا كان ذلك يتلائم مع القانون الدولي أو يهدد الأمن والسلم الدوليين أو يسيء إلى علاقات الولايات المتحدة مع دول العالم. إن اتهام منظمة الصحة العالمية بالتقصير والإخفاق في واجبها واستجابتها لمواجهة فيروس كورونا أو اتهامها بالتحيز للصين هي اتهامات أقرب إلى التحامل وينقصها الدليل العلمي، فيما المنظمة تتصدى للوباء بكل فعالية وتقوم بالتنسيق والاستجابة العالمية مع معظم دول العالم المتواجدة فيها. هذا الموقف المعادي لمنظمة الصحة كانت الولايات المتحدة اتخذته عندما انسحبت من منظمة اليونسكو في أكتوبر تشرين الأول 2017 وبزعم اتهامها بالتحيز ضد إسرائيل، لأنها اتخذت قرارات تنسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية فيما يخص عمليات الضم والتهويد والاستيطان في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تراه الولايات المتحدة يتعارض مع سياساتها المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي ويتناقض مع عدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. وتختتم الخليج الإماراتية افتتاحيتها بقولها إن الولايات المتحدة تنظر إلى الأمم المتحدة ومنظماتها بأنها تعرقل مصالحها وتكبح سياساتها
وتستنزف مواردها، مؤكدة أن مثل هذه السياسات تشل العمل الدولي وتكبح أي عمل مشترك لتحقيق العدالة والسلام. قالت مجلة نيوزويك الأمريكية إن جماعات اليمين المتطرف تحرض على المسلمين من بوابة فيروس كورونا. وأشارت المجلة في تقرير لها إلى أن اليمين المتطرف يحاول تأجيج مشاعر الكراهية ضد المسلمين، مستغلا قرب شهر رمضان ونشر نظرية المؤامرة بفتح المساجد من أجل نشر فيروس كورونا. المجلة قالت إن شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا أعلنت عن التحقيق في عدد من التغريدات التي ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي التي تعود إلى جماعات اليمين المتطرف والتي تحاول استغلال الوباء للحصول على دعم لأديولوجيتهم عبر إلصاق تهم نشره بالمسلمين. ونقلت المجلة عن إيمان عطا مديرة برنامج تيل ماما لمراقبة جرائم الكراهية في بريطانيا قولها إن منظمتها شهدت ارتفاعاً في جرائم الكراهية وحوادثها ضد المسلمين في بريطانيا أثناء فترة الإغلاق، وقالت إن المسلمين تم ربطهم بالفيروس، كما أن تلك الجماعات قامت بخبث وعن قصد بنشر الكراهية بين المواطنين ولم يستمعوا إلى نصائح الحكومة بحظر التجمعات الكبيرة. ولفتت المجلة إلى أنه تم نشر عدد من التغريدات على تويتر زعمت أن المسلمين يذهبون إلى المساجد، فيما تم نشر فيديوهات قديمة لإظهار أن المسلمين يتجمعون في المساجد. ونقلت المجلة عن مقداد فيرسي المتحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني تأكيده أن المساجد ستظل مغلقة في شهر رمضان، بينما دعا المجلس الإسلامي البريطاني والحكومة والمعلقين إلى رفض نظريات المؤامرة الخطيرة التي تحاول تفكيك التماسك الاجتماعي. وفي الوقت الذي حذرت فيه المجلة من حملات تضليل أخرى ضد المسلمين، نقلت عن وزير المجتمعات في الحكومة البريطانية ستيفن غرينلاغ قوله إن الحكومة تريد الدعوة للهدوء ولن تتسامح مع الأخبار المزيفة التي تحاول تحميل المسلمين ببريطانيا مسؤولية تفشي وباء كورونا. تمكن العلماء في جامعة توموسك الروسية من تصميم طائرات من دون طيار تخصص لمكافحة انتشار فيروس كورونا في كل أنحاء روسيا بحسب ما نشرته صحيفة الخليج الإماراتية. وقال الناطق باسم الجامعة إن الطائرات بلا طيار يمكن أن تستخدم لنقل الأدوية وكذلك المواد الخاصة بالكشف عن الفيروس إلى القرى والبلدات النائية. وأضاف أن استخدام الطائرات بلا طيار سيسمح بتوفير الوقت والاحتياطات وكذلك الحد من التواصل بين الإنسان والآخر، ما يعد أمرا مهما في ظروف انتشار الوباء في روسيا. وأوضح الناطق أن الطائرة بلا طيار التي ابتكرها علماء وطلاب الجامعة تمتلك خلافا لمثيلاتها مواصفات ممتازة، منها الصمود أمام الرياح وقدرة جيدة على نقل المواصف الحمولة والقيام بمناورة. وخضعت الطائرة لأول اختبار لها إذ عبرت نهر أوب في غرب سيبيريا ونقلت الحمولة إلى قرية النصر. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير.
ختام صدى الأقلام، إلى اللقاء.